نحن أمام رئيس وزراء مختطف. ظهور الحريري في حواره الأخير لم يكن مريحا لكافة الأوساط، بدأ على غير طبيعته لدرجة أن القناعة لدى البعض بأنه مختطف باتت هي الأقرب. يعني هي مش قناعة لدى البعض، حتى الفرنسيين يعني حتى كمان ما ذكرنا ده في التقرير بتاعنا بيتكلموا بالموضوع ده. إنما موضوع يعني الوضع في لبنان سببه الأساسي هو عنصر المفاجأة التي حدثت. الرئيس الحريري كان قبل يومين في لبنان، يعني يزاول عمله كالمعتاد وإلى آخره، وكان عم بيعطي تصريح واستقبل وفود وتصريحات مطمئنة نوعا ما إلى آخره، ثم سافر إلى المملكة وأعلن الاستقالة. حط أسباب لهذه الاستقالة. في البداية كانت المفاجأة يعني مع ما رافقها من تداعيات ومعلومات، منها ما هو مغلوط ومنها ما هو مبالغ فيه وكلام من هنا وسيناريوهات من هناك، كأن لبنان أصبح على شفير هاوية حيغرق فيها. تداعى كل اللبنانيين لأول مرة، يعني تقريبا أو من المرات القليلة التي نجد فيها نوع من الانسجام الداخلي اللبناني. تداعى كل اللبنانيين أولا للمطالبة بعودة الحريري، حتى حزب المستقبل اللي هو رئيس الرئيس الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة بالبيان الذي أزاعه نطالب بعودة الرئيس الحريري ليستأنف دوره الحكومي، حتى خصوم الحريري بقوا يطالبون بعودة الرئيس الحريري. الغريب ألا يكون قد تم التنسيق مع حزب، نعم، يعني هذه تعتبر مفاجأة. نعم، المسألة الآن يعني صار هناك عمل باتجاه آخر. مواقف اللبنانية الآن بعد هذه الفترة نستطيع تلخيصها بالآتي. أولا هناك وحدة وطنية في لبنان معبر عنها بكل نفس المواقف تقريبا أو مواقف مشتركة، الجميع يطالب بعودة الحريري. النقطة الثانية أنه الجميع يؤكد على أن لبنان ليس مقرا ولا ممرا لأي فئة، لأي حزب، لأي تشكيل، لأي شخص يسيء إلى أي دولة عربية. هذا ممنوع، لأنه هذا وارد في الدستور اللبناني أصلا، وهذا ممنوع. بنفس الوقت يأبى لبنان ويرفض اللبنانيون أن يعني تكون أن يكون لبنان ساحة لتصفية حسابات إقليمية أو دولية على أرضه. 15 عاما عاشها لبنان بأهوال وبحروب كثيرة نتيجة لهذا الموضوع. النقطة الثالثة أن اللبنانيين يؤكدون الآن أن لبنان ليس ولاية إيرانية ولا ولاية تركية ولا ولاية أمريكية، لبنان بلد عربي مستقل يعني يتضامن مع إخوانه العرب وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية التي لم تترك لبنان في أصعب الأوقات، خلينا نأكد عليها النقطة دي، وكان لها مواقف مشرفة بالنسبة للبنان خلال أزماته، حتى أن اتفاق الطائف الذي يعتاش عليه لبنان واللبنانيون منذ 25 سنة ولغاية اليوم عقد في السعودية. ولكن هناك